زهقت وقرفت خلاص. انا كان ايه اللي خلاني اتجوز؟ انا مش عارف. ايه ده ايه الجريمه اللي انت بتقولها دي؟ انت كده بتتهمني ان انا سبب تعاستك في الدنيا؟ ها، ده مش اتهام، ده تصريح يا هانم ان انت فعلا سبب تعاستي في الدنيا. فين بقى الدليل القاطع؟ الدليل النكد اللي انا عايش فيه طول عمري، ده طول عمري عايش في نكد، معيشاني في نكد على طول يا رانيا. يا سلام، كل الهيلمان اللي انت عامله ده عشان طلبت منك ان انت تزود مصروف البيت بضعه من الجنيهات المصريه؟ بضعه دي كلمه تقولها لي وانا متنرفز. دي مش بضعه يا هانم، دي لوكش الجنيهات. انا ايه بس اللي خلاني اتجنن واتجوز؟ انا مش فاهم. نظريا اللي ما بيتجوزش هو اللي بيتجنن، عمليا اللي بيتجوز هو اللي بيتجنن يا هانم. ليه ان شاء الله؟ ليه ماشي تكلم الحيطان وتتناقش مع الاساس والدواليب وبتحتضن التلاجة والغساله والبوتاجاز؟ رانيا انا هقول لك كلمه واحده بس. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. يلا ونعم الوكيل. رمزي ايه يا ابني؟ ما انا واقف اهو ومفيش حد غيري اصلا. ده تالت كوكتيل النهارده ده يا رمزي، خليك فاكر. ها، مش هاجي تاني انا هنا المشوار ده عشان اجيب كوكتيل. بس تسلم ايدك كده يا حته. انا مش عارف بقيت اشرب كوكتيل كتير قوي اليومين ده، وده بقى خطر على جيبي. ده خطر على الفاكهه اللي في السوق، وخطر على الصحه، وانا خطر على بالي اني اقلب لك الكوكتيل ده في الشارع وانا جاي، بس ما رضيتش عشان انت صاحبي بالهنا والشفا. تعرف ايه ده حته؟ انا بصرف كل فلوسي على الكوكتيل. يا راجل كل فلوسك؟ احسن برضو ما يعني ايه تشرب مثلا سجاير، تشرب حاجات تانية. بقول لك ايه؟ نعم. انت عمرك شربت حاجات تانية؟ يا ابني ده انا كيف يا ابني اشرب شيشه فص. اول اسمه فص مش فص. ثانيا انت تفص خالص بقى كده وتسكت يا حته. خد هنا. يا ولد انا لو شميت بس ريحه دخان البخور كده هو ندوخ. املالي بقى الكوكتيل ده، عمال انت ترغي كده هون معايا لغايه لما خلصته. يلا. حاضر. دول ازيك يا دول؟ اهلا. اوعى ده كل يوم تقعد تدخل لي كده اهو بقى بوش الخشب ده اهو. طب غير وركب المونيا. مش هتاخد 100 مره، ما تفكرش بصوت عالي. صوتك عالي، سمعتك يا اهبل. سمعتني يا دول؟ خرب بيتك انت، دخلت كل حاجه يا دول، كل حاجه. ده اتزفلت من ايدي يا دول من غصب عني. يا دول اتزفلت من ايدك كده؟ حد بيتزفلت حاجه كده؟ في جوه كتير يا دول، في جوه كتير. انت مالك ومال اللي جوه؟ ما تقربش من اي حاجه جوه. ارمي دولت اهو دول. ولا هاتوا ملزقهم. ماشي يا دول. شوف لي في اي حاجه تانية واقعه منها. مفيش اي حاجه تانية يا دول. بص لي عدل يا ها. الريشه دي واقعه والبتاع ده هي واقعه دول منها. ايه دي؟ دي كانت جوه دي؟ اه، ما انا لسه كانس البزاره دول. مفيش اي حاجه. ده ايه دي؟ ايه ده دول؟ دي طريقه الاستعمال. طب ما تقراها. طيب مش فاهم انا، يعني انا لو قلت الكلام ده هبقى سعيد؟ يعني تعويذه السعاده. بس يا زفت يا دول بقى. عم عايز هزر يا عم، عشان عايز وجع دماغ. دخلت تهزر ليه؟ خلاص جبت لنا الفطار. ايه جبت لنا وبتمخمضوا ليه؟ الفطار ده بتاعي انا، سيبه هنا. شوف التعويذه دي، انا هجرب فيك التعويذه يمكن ابقى انا سعيد. مش عارف، مش مؤمن بالحكايه دي. تعويذه ايه ده دول؟ مالكش دعوه، هجربها فيك وخلاص. حاضر. بص لي اهو. نسر، صقر، اسد، سحليه، حدايه، كتكوت. ده ايه دول؟ دول انا اكلهم دولات ولا ايه؟ سحليه وكتكوت. ما انت بتقول نسر. انت من المخابرات ولا ايه؟ بس حاسس بحاجه؟ لا ولا حاسس باي حاجه. ما انت عارف ان انا ما بحسش. يعني كلام اي حد حاطط اي حاجه في اي حته وخلاص. هات الاكل. جايب ايه؟ انا ما لقيتش بقى دول طعميه، فجبت بقى شندوتشات فلافل. شعبه جبت فلافل؟ لا بجد مش شعبه. جبت فلافل؟ ايوه دولا. انت عسل يا ده رمزي. لا بس عسل اسود. لو بتاع احمد حلمي. ايوه يخرب بيتك. وانت سكر يا دولا والله. سكر عصب. بس انت رفيش يا دولا. يا رمزي يعني مش عارف اقول لك ايه صراحه. يعني بص انا مبسوط ان انا قاعد انا وانت يعني
و لا مبسوط يعني بجد. انا بص ضايقتك كتير جدا وزعلتك وياما ضربتك قوي قوي يا دوله. ايوه ما انا بقول اهو. فيعني مش عايزك تزعل مني يا رمزي، يعني عايزك تسامحني بقى يعني. سامحتك سامحتك كتير وبحذرك يا دوله. لا من غير ما تحذرني، ده رايح يا رمزي. رمزي ده انت ابن عمي، وغير ان انت ابن عمي يعني ده انت صاحبي. ايه ده انا صاحبك يا دوله؟ اه وانا ليه غيرك؟ دوله انا بفرح قوي لما نبقى اصحاب كده اهو. يا ابني انت صاحبي وابن عمي يعني، وانا بقعد مع حد غيرك على القهوه مثلا ولا في البازار ولا ما بتقعد تكسر التماثيل. بس انت كنت بتزعل يا دوله وانا بكسر بقى. لا معلش انا اسف، انا اسف ان انا كنت بزعل يعني. مش هتزعل بعد كده؟ لا بص بيبقى شكلك لذيذ قوي انت بتكسر التمثال اللي بيقع على الارض وتقعد ولا يتخرب بيتي. تقعد تزعل ونجري ورا بعض وبتاع. والله انا بتبسط. تشربي بقى رمزي كوكتيل يا دوله يا صاحبي. اه طيب يا صاحبي تشرب حاجه ثانيه مع الكوكتيل؟ دوله هو ينفع؟ بقول لك ايه؟ صاحبي وحبيبي وابن عمي اللي انت عايزه. دول انت ليه كده هو اتغيرت معايا يعني؟ التعويذه يا رمزي. التعويذه بتاعت الاستاذ محمود ياسين؟ انت افتكرت التعويذه اللي هو فيلم التعويذه؟ يعني كمان ابن عمي ويعني صاحبي ودمك زي العسل. لا اللي هي التعويذه اللي لقيتها في التمثال اللي انت كسرته. اه قلت لي. اه قلت لي. اللي هي بتاعت السعاده دي. مالها بقى يا دوله يعني؟ يا اخي انا كنت فاكر بقى التعويذه بتاعت السعاده دي ان انا ابقى سعيد، يعني الناس يخلوني سعيد، اتاري ان انا اللي خلي الناس سعداء. يعني انا بدي يتخرب، البازار يموز، التماثيل تتكسر، وابقى انا يعني ايه مبسوط عشان الناس ما تتضايقش. الحمد لله. المهم ان احنا نبقى بصحتنا يا دوله بقى. الحمد لله الحمد لله. وهكذا انقلب السحر على الساحره. فين التعويذه؟ فين التعويذه؟ يا ده انا كسرت نص التماثيل وما لقيتش تعويذه واحده بس حتى. ايه ده يا رمزي؟ ايه اللي كسر التماثيل دي؟ دي؟ اه مش انا دول. ايد الشاكوش اللي في ايدك هو اللي كسرهم صح؟ صح يا دوله مش انا. واكيد طبعا الشاكوش وهو بيكسرهم كان نيته كويسه. ها والله يا دوله احبك وانت فاهمني كده يا دوله. قول لي بقى يا رمزي. نعم. تتغدى ايه؟ لا يا دوله ما انا بقى ماليش نفس بقى للغدا. مالكش نفس؟ طب خلاص نتعشى. تتعشى ايه؟ ماشي اتعشى حاضر. انا نفسي اكل بقى يا دوله دليفري. تاكل دليفري؟ انت عايز تاكل دليفري؟ ايوه يا دوله بس على شرط. اروح انا بقى اللي اجيب. تعويذة السعادة. السعادة هي أن تسعد من حولك. طب وأنا مين يسعدني؟ أنا مين يسعدني؟ أعمل فيك إيه؟ أعمل فيك إيه؟ أنا بيتي اتخرب، أعمل فيك إيه؟ أكيد طول ما هي معايا يبقى تأثيرها عليا، لو أنا بعدتها عني أكيد مش هتأثر فيا. أيوه أهي بس نشوف بقى إيه اللي هيحصل. الملخفن ده يا عادلي دي شكلها بجد تعويذه سحريه. اجرب بقى. دي اللي بعت التعويذه عن جسمي وبعتها وطبقتها ورميتها. نجرب كده نشوف ايه اللي هيحصل. حته يا استاذ انت جاي بتعوم ولا ايه؟ ازيك يا حته؟ ازيك يا استاذ؟ بقول لك ايه، هات اتنين شاي. اتنين شاي؟ تشربهم انت يعني لوحدك؟ لا 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 هشربهم لوحدي. ايه هشربهم انا وانت يا حته؟ ها انا وانت؟ اه اه ايه ده يا استاذ عادل انت هتعزمني على شاي؟ اتبسطت؟ الله يكرمك يا استاذ عادل زي ما كرم جابر يا رب. ايه يا استاذ عادل؟ اوعى يا استاذ عادل المفاجآت. ايه؟ اوعى تكون هتعزمني على شيشه وماتشين بلاي ستيشن. اوعى. لا هو انا هبل للدرجه دي يعني؟ امال ايه؟ نزل مشاريب للقهوه بقى كلها. ها الله وعندك 500 واحد حلو حصل.
مش نافع مش نافع مش نافع. دول حبيبي رمزي بتضحكني طول الوقت. ازيك يا دول؟ الحمد لله. مش نافع مش نافع مش نافع. لا مش نافع. ايه دول؟ انت ايه يا دول؟ بتكلم نفسك ولا ايه دول؟ انا بقيت اهبل ولا راجل يا عير. بس مش اهبل منك. لا انت مفيش اهبل منك، انت مولود اهبل، انما انا اهبل على كبر يعني. انا عايز اخلص من اللي انا فيه ده رمزي. ليه دول؟ ليه دول؟ طب ما انت كده حلو اهو زي السكر وجميل وبتبسطنا. ايوه المشكله انا ببسطكم، بس انا ما حدش بيبسطني يا رمزي، انا عايز حد يبسطني يا رمزي. انا دي برضو مشكله كبيره جدا، عايز اخلص من التعويذه دي. التعويذه دي قلقاني وخربه بيتي يعني. اوكي ببسطك وكل حاجه، مش عايز اضايقك يعني، بس انا نفسي بيتي مخروبه يا رمزي. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ دولا طب واللي يفك بقى منك التعويذه دي يعني بقى هتعمل معاه ايه؟ يا سلام يا رمزي، مش انت بتحب الكوكتيل؟ قوي. ها عارف الجراكر اللي بيصبوا منها الكوكتيل ليك يجيبوها لك في كوبايه؟ يا دول الجراكر دي كلها هجيبها لك يا رمزي. ليه انا لوحدي؟ يلا طب اطلب بقى وانا هقول لك على كل حاجه. ها قول لي بقى يا رمزي، انا زهقت من كم المشاريب اللي انا عمال اشربها دي، انا بس مش عايز احرق حته يعني. قول لي ايه؟ اتفضل يا سيدي. ايه دي؟ دي بقى يا دوله الورقه اللي هتفك التعويذه. لقيتها فين دي؟ انا لقيتها دوله بقى في قعر التمثال ساعه لما لقيت الورقه الاولانيه، فاكر؟ طب ما قلتليش عليها ليه من الاول؟ كانش ليه بقى مزاج بقى دولة. هي فعلا بتاعت فك التعويذة. ايوه. يلا روح بقى احرق بقى التعويذة اللي عندك يا دولة عشان ترجع دولة النادل بتاع زمان. هتزعلني دولة؟ لا ما اقصدش يعني، اصلها طلعت منك زي العسل يا رب. قصدي يعني دولة حبيبي بتاع زمان. فعلا فك تعويذة السعادة عن طريق حرق ورقة التعويذة نفسها. حلو. بس دول عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ نعم يا نقطة. تعال الموكوس عادل ده ماله فيه ايه؟ مش عارف. مش عارف؟ يا ترى فين بقى؟ يا ترى فين التعويذة دي؟ أنا كنت حاططها هنا، كنت حاططها هنا. راحت فين؟ راحت فين؟ راحت فين؟ رانيا؟ يا رانيا؟ رانيا؟ ايوه يا بيبي. حبيبتي ما تعرفيش فين التعويذه لو سمحتي؟ تعويذتي؟ لا مش فاهمه حاجه. حبيبتي كانت ورقه كده اهو، كانت مطبقه وكنت حاططها في الدرج ده، انا متاكد. لا 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 انا ما شفتش حاجه خالص. افتكري حبيبتي اصلا انا محتاجها جدا، محتاجها جدا. رانيا رانيا اديله الورقه يا رانيا. ايه ده؟ هي معاكي يعني؟ معاها، واحنا عرفنا كل حاجه. رانيا هاتيها 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 رانيا، محتاجها بجد. بقى اديها له يا رانيا. عايزها تعمل بيها ايه بس يا بيبي؟ عايز احرقها بجد، عايز احرقها عشان اخلص من التعويذه دي خالص، عشان ابقى انا بقى حر، بقى ابقى حر وابقى يعني متغير. عايز اتغير. وتتغير ليه يا بيبي؟ ما انت قمر كده وحلو وعسل وسكر. رانيا حبيبتي معلش هاتي الورقه. هاتي. لا وبعدين وبعدين رانيا 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 هتدول هتدول هتدول. ايه يا غبي يا غبي؟ انا واخدها انا هعرف احرقها. انا احرقها ونخلص من الليله اللي احنا فيها دي بقى، لان بجد انا تعبت 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 تعبت. ها ها ها. لا لا يلا الحمد لله. لا يلا خد دول. يا تقيل قوي. يا تقيل قوي؟ ما انت اللي مكسر ده كله. انا عملت جارد ليه وعرفت كام تمثال بالظبط، كل ده يا رمزي هيتخصم منك. ماشي الزمن بقى بتاع وزير الحنية انتهى خلاص. يلا شيل. حاضر بقى دولة. طب ما انت كنت دولة زمان يعني سامحتني على المواضيع دي. سامحتك 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 كتير، سامحتك لاني بقلب كبير. الله. هنغني هنغني. يلا شيل شيل كل ده مقسوم. يعني انا غلطان يا دولة ان انا قلت لك على السر؟ دي الحاجة الوحيدة صراحة اللي انت عملتها صح في حياتك كلها، بس خلاص زمن الحنية انتهى. ليه دولة؟ طيب لا طب اعزمني بقى على كوكتيل بقى طالما. شيل شيل شيل. انت شارك كام كوكتيل من ساعة ما انا بقيت حنين؟ 215. مخصومين منك يا درامز. ليه بقى يا دولة بقى؟ ليه يا دولة؟ لا اهو يا عم لا لا ايه القسوه دي؟ لا 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 ما ينفعش يا جن نسيبه. شايفه بابي؟ شايفه بيعمل كده؟ هو بيعمل كده ليه؟
دي عمال بردك يا ابو ياسمين. لا اخصى عليك اخصى عليك. السلام عليكم. اهلا اهلا يا عادل. اهلا. ايه اهلا دي ايه في ايه؟ ايه اللي عملته في رمز ده يا عادل؟ عملت ايه؟ ايه اللي حصل؟ في جمعيه يا بابا نزلت لك فيديو اسمها جمعيه حقوق العمال وانت بتضرب رمزي وصورتك وفضحتك على اليوتيوب. بس يبقى انا عرفت مين اللي عمل كده. هو مين اللي عمل وعمل فين؟ الزبون كان جاي بيشتري مني. انا افتكرته كويس قوي. كان جاي بيشتري حاجه عندي في البازار لاني بضرب الواد رمزي. صورنا انا افتكرته يعني معجب بيا وازاي ان انا بربيه يعني. معجب بيك ايه بس يا بابا؟ دي الناس كلها بتتكلم عنك وعن الفيديو بتاعك اللي على اليوتيوب ده. الناس كلهم مالهم ومالي يعني وفيديو ايه اللي على اليوتيوب؟ مش فاهم يا حبيبي. دي فضحتك بقت بجلاجل. جلاجل جلاجل ايه يا حاجه؟ دي بقت بسجاط. بصراحه يا عادل انت قسوت على رمزي الى حد التعذيب. يا جماعه قسوت عليه ايه؟ ما انا طول عمري بتعامل مع رمزي كده. اليوم ده بالذات كسر لي تمثال غالي جدا فكان لازم اعاقبه. لا برضك يا ابو ياسمين ما يصحش يعني ان انت تعمل كده في ابن عمك. ما يصحش ايه؟ ده انا كنت هكسر رقبته بس رقبته كانت تخينه ما عرفتش. طب ما انت كنت هتتحبس يا اختي. ما هو هيتحبس. ايه هتحبس؟ شايف الافتراء والظلم؟ بص بتظلم. لا 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 لا, لا. ده كده وديتني بستين ده يا استاذ عبدو. انت لسه شفت حاجه؟ القضيه خلاص بقت قضيه راي عام والناس هي اللي بتطالب بعقابك دلوقتي. الله عليك يا محامي يا جميل. انت يمهل ولا يهمل. ده شمتان فيا يا رمزي. يا دوله بقى خلي القانون بقى ياخد مجراه. ده انت ياما هزقتني ياما ضربتني ياما جبت لي اكل اكله. ما تقلقش يا استاذ رمزي خلاص ما عادش يقدر يلمسك. سبق السيف العزل. انت تضربنا بالسيف ولا ايه؟ اديله اديله. مش هيلمسك ولا يجيب لك اكل ولا حتى يضربك لانه هيتحبس. طبعا. لا انا مش عايز اتحبس رمزي. يعني ما هقول هتسيبنا تحبس يا رمزي؟ دول حبيبي وانا هسيبك يعني تتحبس كده يا دوله؟ ربنا يخليك يا رمزي برضو ابن عمي وانت عارف ان انا كنت بحبك يعني. طبعا يا دوله هبقى اجي بقى ازورك ان شاء الله في الحبس بقى يا مجرم. بس وانا جاي بقى يا دوله كده عشان انت ابن عمي حبيبي هجيب لك بقى معايا زياره كبيره قوي يعني فيها بقى شندوتشات كده هون بقى اللي هي الشندوتشات بتاعه الموز والقشطه والعسل سندوتش. يا لا 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 خلاص هبقى اجيب لك بقى حلاوه عيش وحلاوه خلاص. انت يا ابني انت يا ابني ايه اللي انت مشغله ده؟ هو انا مش عايز بقى اي اغاني في وقت العمل. حاضر حضرتك. ايوه كده يا اخويا. حاضر. انت طول عمرك شفتني قبل كده وانا بشتغل كنت بقعد اشغل اغاني كده اهو يا غبي. عايز تسيق عدل. انا بسيق عدل اهو وسيق من غير ما تبل المكان. اعملها ازاي دي يعني؟ اتصرف. استاذ عادل ايه اللي بيحصل ده؟ اللي انا شايفه ده ايه النظافه دي؟ سيبه ده حته سيبه يشوف شغله عشان وراه شغل كتير ياما. ها سامعني حته؟ كنتوا بتلعبوا الشاي وحكمت عليه ولا في زهق منه ولا ايه؟ اللي يصبر ينول. انت كده مرمطه قوي يا رمزي. ده مرمطك جامد يا استاذ عادل. لا والله مرمطك جامد. لا انت بقيت فراش رد عليا واستعبرني. ايه ايه تعمل ايه؟ بقول لك يا ده حته خليه يدوق من اللي انا ياما اتقرعت واتكرعت منه زمان. هو ايه اللي جابره على التقريع ده يا عم؟ ايه اللي حصل؟ ما هو يا كده ها يا الحبس. مش فاهم يا رمزي. انا هقول لك يا ده حته انا هقول. امشي بعيد بعيد. الكبار بيتكلموا انت بتعمل ايه؟ انا كده امسح كده كويس. كل يوم من ده وبقى شهر بحاله هيعيشني بقى ايه في سعاده وفي عسل كده هو محكمه الاسره. اللي انا مش عارف هي بتعمل ايه يعني. هي حكمت لي بقى كده بعد ما شافت الفيديو اللي كان ممرمطني بقى فيه. شهر؟ لا هو مش شهر بالظبط يعني هما 30 يوم. عشان تقول لي شهر. معلش. لا 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 معلش. ايه يا حبيبي انت صاحبي انت صاحبي. ادي حته خليك يا رب. انت عادل؟ نعم. لم البتاع ده اهي. لمها. بسرعه يعني بسرعه. لو عايز اي حاجه من القهوه كده وانا عايز تسيق القهوه ولا ايه ده؟ وقعت وقعت مني. على فكره اهو 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 يا جماعه صراحه انا مش مصدقكم. انا مش مصدق ان انتوا عيلتي. ايه معقوله شمسانين فيا يا جماعه؟ هو انت عشان عرفان من رمزي عطلع عرفك فينا وخلاص؟ احنا ذنبنا ايه؟ ذنبكم ايه؟ ذنبكم ان انتوا عيلتي لازم تستحملوا معايا يا جماعه. انا الواد مبهدلني ولسه هصبر شهر كمان. وجنت على نفسها مراكش. قطع لسان اللي يقول على ابني براكش. ابني في جو وكل حمار لي كبوه يا ناس يا عالم في جو. يا
يا حماتي اجزاء من جنس العمل وعلى الباغي تدور البواغي. لا, لا 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 انا مش مصدق بجد. معقوله بجد عيلتي وبتعمل فيا كده وكله شمتان فيا؟ معقوله احنا نشمت فيك يا اخويا فشر؟ امال اللي انت فيه ده اسمه ايه يا اختي؟ اسمه انتقام ربنا منه يا حبيبتي مش انتقام البشر. ماشي ماشي يا سناء ماشي يا كلكم ماشي. عموما يعدي الشهر بس والواد رمزي ده هيتضرب بالجزمة. لا خلي بالك يا بابا بعد ما يعدي الشهر ده انت لازم تعامل عمو رمزي احسن معاملة لان انت ماضي على عقد وده التزام. لا ما انا هعامله ان شاء الله احسن معاملة. هيترمي في الشارع. عارفين بقى اطفال الشوارع ده هيبقى رمز الشوارع. لسه كنت جايب سيرتك دلوقتي حالا يا رمزي. كنت بتقول ايه؟ كنت بشكر فيك وبقول لهم قد ايه ان انت انسان حبوب. بحسك ازيك يا نقنق؟ اهلا. لسه ما لبستش عادل لسه؟ هو انا اسف يعني بس انا لابس اهو. لابس ايه؟ انت بتستغفلني ولا ايه؟ يلا ادخل البس. يلا ادخل البس. ممكن ادخل اغير هدومي يعني لو تحب بس يعني ده هياخد وقت هعطلك. لا لا انا مش عايز عطر. انزل بقى ورايا بالبيجامه كده وخلاص. اتفضل. تقفل الباب في وشي؟ انا اسف. تقفل وشي؟ ماشي ماشي يلا يلا. بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ وما بقولش حاجه. طب يلا. ياه الكوبايه ساقعه قوي. انا عايز حد يشربني بقى. عايز حد يشربني. اتفضل. هم يا غبي. ايه؟ ليه؟ بقول هم يا جمل. لا ما قلتش هم يا جمل. لا انا قلت هم يا جمل بس عشان انت غبي سمعتها هم حاجة تانية. ايوه كده. لا الشفاط يعني زنق كده. هو بقى عايز اشرب من غير شفاط. حاضر هسلك لك الشفاط. اتفضل. دولا انا عايز بقى اول ما الكوكتيل ده هو بقى يخلص تجيب لي بقى كوكتيل تاني بقى. قصدك كوكتيل تالت؟ ها ايه ده انت بتعد عليا الكوكتيلات؟ عمال تعد عليا الكوكتيلات عايز تحسدني؟ لا ما بعدش. بيحسدني؟ لا ما بعدش ولا حاجه. بالهنا والشفا. ما انت بتقول اهو. بقول لك بالهنا والشفا يعني اجيب لك كوكتيل تالت ورابع. بالهنا والشفا يا رمزي يا حبيبي يا ابن عمي. ايوه كده. هات اشرب. ايه ده ايه ده؟ إيه معلش امسح امسح. حاضر امسح. حاضر. انت بتضربني؟ بتضربني ولا بتمسح؟ انت يا عادل انت يا ابني. ايوه اطفي اللي انت مشغله ده اهو واشتغل وانت ساكت. حاضر. مش ناقصين بقى. انا اسف. شوف شغلك. شوف شغلك. يا ريت نراعي ضميرنا في اللي احنا فيه. حاضر. السلام عليكم. اهلا 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 اهلا. ازيك يا عبدو؟ زي الصحة. عامل ايه؟ الحمد لله يا استاذ عبدو. عادل عادل عادل. ايه انت مالك؟ هو صاحبك؟ سيبه بقى كده هون وروح لمع التماثيل بين سكات. حاضر. يلا تفضل. تعال تعال يا صاحب. قول لي بقى ايه الاخبار؟ بقى انا مبسوط المبسوط. والله انا مش عارف اودي جمعيلك دي كلها فين. مهم لو عادل ضايقك تاني تقول لي على طول. انت عارف ما برحمش. والله والله يا استاذ عبدو انا نفسي نفسي كده وان يغلط ويشتمني اخد له يومين ثلاثه كده على شهر العسل. ويا سلام لو ضرب. وطي صوتك. عادل بيلمع اوكر. ايه ده يعني؟ هو ما بيلمعش تماثيله بيلمع اوكر؟ انت يا ابني انت يا ابني. ايوه انت بتلمع تماثيله ولا بتلمع اوكر؟ ده مش تماثيل. احنا سناتنا زرقاء ولا ايه؟ سناتنا زرقاء. انت بتقول له ما مفيش اوكر في ايده يا سيدي. بيلمع اوكر يعني بيتصنط علينا. رامي ودنه. ودنه كبيره فعلا. انا كنت حاسس ان البازار هنا هو زرعه بقى ميكروفونات ليا. بقول لك يا استاذ عبده تعالى بقى نكمل كلامنا في حته تانيه كده وما فيهاش اوكر. يلا دولا لو حد جه ما لقانيش قول له ان انا مش موجود. يلا يا استاذ عبده. يلا بينا. جه وما لقانيش اقول له مش موجود؟ انا حاسس ان انا عايش في كرتون. بتتفرج على يا ابن اللعيبه. هو اداك كمان الملاي. ايوه حته بقى. وخلاني ايه بقى اركب المراجيح بقى والصواريخ وجاب لي فشار. كلت فشار وشربت حلبسه.
كلت على بس وما تجيبليش شويه طب كده صغيرين. المره الجايه حتى باخدك معايا، دي كانت فسحه جميله قوي، وخليته كمان يقطع بقى تذكره واحده لبيت الرعب. ليه يا رمزي؟ ليه يا رمزي تذكره واحده يا رمزي؟ ما كنت دخلته معاك بيت الرعب والراجل اترعب وضحكنا وقعد يضحك. لا يا حته، ما انا خليته هو اللي يدخل البيت بقى الرعب عشان يترعب، وانا استنيته على باب البيت من بره لغايه لما خلص. وبقى قاعد يترعب بقى يعمل ايه كده، وانا ما شفتوش بس كنت سامع صوته بقى عمال يصرخ الحقني يا رمزي. ايه ده حته خرج من عندك؟ امال ايه اللي اخره لغايه دلوقتي؟ ده ليلته سودة لما اشوفه. يلا مع السلامه. اهو جه اهو جه. انت ايه اللي مأخرك؟ ها ساعه ساعه عشان تجيب لي كوبايه شاي؟ انا اسف انا اسف حضرتك، تكاتك زحمه بس انا اسف. اتفضل اتفضل يا رمزي. ايه يا ايه؟ يا استاذ رمزي. اه حطيت لي كام معلقه سكر؟ سبع معالق. سبعة يا غبي يا غبي، انا قايل لك 100 مره انا بشرب كوبايه الشاي مظبوطه، يعني 6 معالق بس. معلش انا اسف حضرتك، حضرتك ما تبقاش تشرب اخر معلقه سكر يعني. احنا هنقعد بقى نتذكى؟ ها ماشي طب انت غبي. حطيت كام معلقه؟ سبعة. ايوه كده. ايه ده بقى اشربه ازاي؟ ها حاضر اتفضل. ايوه كده غبي. مش عارف انا مستحملك ازاي. ابن عمك برضو يعني. امتى الشهر ده يخلص بقى؟ امتى الشهر ده؟ انا زهقت منك زهقت. ابن عمك وابن عم ما تكرهنيش في عيلتي. اتفضل. ايه ده؟ ايه انت عامل لي حمص الشام؟ انت حطيت لي بدل السكر ملح. لا ما هو ممكن يكونوا هما بس غلطوا حطوا الملح مكان السكر، لان ده بيبقى ابيض وده بيبقى ابيض برضه يعني. فانا اسف انا اسف. اسف واخد ايه بقى من اسفك ده؟ ها ده انت ليلتك سوده ومهببه معايا. انا اسف انا اسف. ما تجننيش بقى. حاضر يا ابن عم حاضر. روح بقى هات له كوبايه. انا اسف انا غبي انا غبي، مش عارف انا اشرب على الكرسي. انا اسف على الكرسي كده اهو. يلا روح هات لي كوكتيل، مش عايز شاي. يلا تحت امرك. يا ايه؟ يا استاذ رمزي. ايوه كده. خد يا رمزي. ايه دول؟ خد اضرب لي بالكرباج. لا دول اضربك يا عم، ولا مفكرني بقى هشتغل على حنطور يا عم؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني لا مش هشتغل على حنطور يعني، معقوله بعد ما كنت جامد جدا تشتغل على حنطور؟ لا انا جايب لك الكرباج عشان تضربني بيه. لا يا دوله لا لا ما يصحش يا دوله، ده انا ايدي تتقطع يا عم عشان اضربك. لا اصل انا ياما ضربتك يعني وبهدلتك يعني صراحه، يعني اسات اليك كتير يعني، بص هريتك تسيء، فعشان كده لازم ترد لي حاجه يعني. لا لا يا دوله انت اسات ليا يا دوله، بس عمرك ما ضربتني بالكرباج يعني. انا بعد ما ربنا كرمني كده اهو وبقيت صاحب بازار كده اهو وبشتغل فيه يعني اقعد اضربك؟ لا طبعا لا، بس اصل انا ضميري مش هيرتاح الا لو اتضربت بالكرباج. خد يا رمزي. يعني هو مش هيستريح يعني غير بالكربة؟ ايوه انا عارفه ضميري وغبي فاهم. وانا اضرب اضرب اضرب. اخيرا اعترفت يا دوله اعترفت. يلا بقى اضرب اضرب بالكربة. بس مش هقدر يا دوله ده بيوجع جدا ده اهو. اضرب بقى بسرعه قبل ما البطاريه تخلص. بطاريه ايه؟ بطاريه الكربة، اصل هو فايبريشن فهو بيضرب يقعد يهز كده عشان ما بيعورش يعني. يا دوله لا بقى ما انا اضرب بقى ما تبقاش غبي. غبي؟ ايوه انا غبي. انا غبي يا دوله. اضرب. لا 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 مش كده مش قوي كده مش قوي كده. لا 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 يا الله يا 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 قطع ايدك قطع ايدك يا رمزي قطع ايدك. انا لا اكاد اصدق عيني، رمزي يضرب عادل كده؟ لا مش معقول بجد، اصله كمان عادل افترى على رمزي برضه يا رانيا. ايوه هو اللي شرسه وهو اللي بدا بالشر، عشان كده اللي بيزرع شر بيحصد شر. لا بس ده ما يمنعش ان رمزي كمان مفتري وقليل الادب، وجوزك اصلا ازاي يسمح لرمزي رمزي ان رجلته بالكرباج كمان؟
سبحانه مغير الاحوال يمه حكم القوي. لا الفيلم ده لازم ينتشر على الدش، لازم الناس تعرف رمزي بيعمل ايه مع عادل ويعذره عادل في اللي عمله معاه. دش ايه تيت؟ دش ايه؟ اسمه يوتيوب. وبعدين سيبوا حكايه النشر دي بقى عليا انا، وراء كل رجل عظيم بنته ياسمين. يا راجل لا 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 لا، انا مش مصدق نفسي يا رمزي. يا سلام، ده كلام انت يا رمزي تعمل كده؟ يا حضرة المحامي والله ده دول هو اللي غرغر بيا. اتغرغر فيك ايه يا راجل؟ ده كلام، ده الفيديو واضح فيه الضرب جدا. ده فوتوشوك. فوتوشوك؟ لا اشوك، لا اشوك. فوتوشوك ايه يا استاذ؟ الفيديو سليم 100%. ما هو دول هو اللي قال لي بقى خد الكرباك ده هون بقى وهو فيه فايبريشن وقعد يضربني بقى يا رمزي. اضربه بالفايبريشن؟ عبيط انا، عبيط انا بقى عشان اصدق الكلام ده؟ بص حضرتك تبقى عبيط بقى بجد لو ما صدقتنيش. ها انا عبيط؟ تصدق ان الحق عليا اني وقفت معاك ودخلت اترفعت عنك في المحكمه وقفت قدام القاضي قلت له سيد القضاء حضرات المستثارين ان هذا المتهم الكلام كبير قوي والسلام عليكم ورحمه الله. حصل ولا ما حصلش؟ هو بصراحه يعني حصل. وده ليه؟ لاني صدقتك ووثقت فيك وكنت فاكرك انسان كويس، لكنك طلعت من نفس وقلبك اسود. يا دوله يا مين بس ينولني كده هون زمرت رقبتك واقعد ازمر بيها. زمر ايه؟ ما خلاص، ما خلاص لما تشوف حلمة ودنك انت مش هتلمسه تاني. لا الشهر لسه فاضل عليه 20 يوم. لا يا بيه، ما انت معرفتش اللي فيها. الناس كلها بعد المرافعة المجيدة بتاعتي تعاطفت مع استاذ عادل ومحكمة الاسرة حكمت بالغاء بقية الشهر. انا بريء. بريء مين؟ سابق السيف والحزف. اوعى اوعى